بس اقول لحضراتكم وده واحد من الموضوعات المهمه، بكره ان شاء الله اتحاد الكوره هيجتمع بممثلي الانديه عشان يتناقشوا ويتكلموا في مشاكل التحكيم، وبالاخص كمان انا بيتهيألي ان المشكله بشكل رئيسي متعلقه بالفار. الموضوع ده يمكن قلنا في نواحي فنيه ودي طبعا مسؤول عنها لجنه الحكام، وفي نواحي تقنيه واشرنا اكتر من مره الحقيقه انه في اوقات كتيره جدا الفار ما بيتدخلش نتيجه قصور في الامكانيات، او انه حتى الامكانيات لما بتسمح الفار بيبقى غايب، وده سبب حتى اللحظه واحنا ما بعدناش قوي في مشوار الدوري لمشكلات كبيره جدا. مهم جدا فكره انه يكون في مبدا العداله. خدوا بال حضراتكم الانديه كلها، انا مش بس بتكلم عن النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي بحكم ان هو نادي بطولات ومتعود دايما على انه اي بطوله بيشارك فيها عين وعين جماهيره على البطوله بيبقى احساسه بالظلم يعني كبير شويه، لكن كل الانديه محدش يقبل باي شكل من الاشكال انه مجهوده يروح نتيجه غلطه صغيره، خصوصا مع دخول او مع تطبيق تقنيه الفار في مصر اصبح عدم تقبل المشكله وعدم تقبل الخطا اكبر بكتير، واصبحت ردود الافعال بالتالي اكبر بكتير جدا من اللي تعودنا عليه. اتمنى انه الاجتماع بكره يخرج بنتائج ايجابيه في مصلحتنا وفي مصلحه الجميع، انه التحكيم المصري يكون دايما بخير. وارجو كمان الانتباه للجزئيه الخاصه بالنقل التلفزيوني والاخراج الخاص بالمباريات، لانه ده عامل مساعد ومهم جدا ورئيسي جدا في نجاح تقنيه الفار او منظومه الفار في مصر.